السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع إلى هذا الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. يعني لا شك أن دخول الجنة لا يمكن أبدا إلا بفضل الله ورحمته وتوفيقه. ولهذا قال الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ سألوا الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا. فالعمل بمجرده لا يؤهل لدخول الجنة ابتداء، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فيبقى أنه إذا دخل المسلم الجنة برحمة أرحم الراحمين، فمنازل هذه الجنة إنما تكون بسبب الأعمال. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. في الجنة درجات في الجنة بسبب أعمالكم، فالأعمال تؤهل لهذه المنازل. فمن كانت أعماله أكثر وأحسن وتحقق فيها شرط الإخلاص والمتابعة أكثر، فلا شك أن منازله أعلى، ومن كان دونه فمنازله دون. وبهذا يتم الجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء من النصوص، مثل قوله سبحانه وتعالى: أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني العمل ليس لدخول الجنة مباشرة، بل للدرجات في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة.